لغة الإشارة وسيلة التواصل غير الصوتية لذوي الاحتياجات الخاصة سمعيا أو صوتيا، وهي لغة تعتمد على حركات اليدين وتعابير الوجه وحركة الشفاه والجسم. لأول مرة يحتفي العالم بلغة الإشارة، وحددت الأمم المتحدة 23 من سبتمبر للاحتفال، واختير 23 سبتمبر لذكرى إنشاء الاتحاد العالمي للصم عام 1951. ويأتي الاحتفال في عامه الأول بعنوان مع لغة الإشارة الاهتمام يطال الجميع. لغات الإشارة بمثابة لغات طبيعية مكتملة الملامح رغم اختلافها هيكليا عن لغات الكلام. هناك لغة إشارة عالمية تستخدم في اللقاءات الدولية وأثناء الترحال. لغة الإشارة الدولية مبسطة وذات معجم لغوي محدود وليست معقدة. يبلغ عدد لغات الإشارة في العالم حوالي 300 لغة. لغة الإشارة بدأت في القرن 17 في إسبانيا عام 1620. يقدر عدد الصم حول العالم ب 72 مليون أصم، يعيش 80% منهم في البلدان النامية. في العالم العربي يوجد اهتمام كبير بذوي الاحتياجات الخاصة. من أكثر الدول اهتماماً الإمارات العربية المتحدة ومصر والسعودية. الدول الثلاث أسست مدارس ومراكز تعلم وأندية وكثير من الأنشطة لرعاية الصم والبكم.